بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم أقسام الطلاق وبعض أحكامه. تنقسم المطلقة إلى مطلقة بائنة ومطلقة رجعية. المطلقة البائنة الزوج ما يقدر يرجع بيها بعد الطلاق، ما يقدر يرجع لمطلقته. الطلاق الرجعي في أثناء العدة الزوج يقدر يرجع لزوجته، يجوز للرجوع في أثناء العدة. طبعا إذا خرجت العدة، عدة المطلقة الرجعية، بعد ليس للزوج الرجوع إلا بعقد جديد. المطلقة البائنة بمنزلة الأجنبية من مطلقها، يعني الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، ايش تعتبر هذه المرأة مطلقة؟ ايش تعتبر؟ بمنزلة الأجنبية، حكمها شنو؟ حكم الأجنبية. مثل ما الأجنبية ما يصير تبدي زينتها أمامه، أيضا هاي ما يصير تبدي زينتها أمامه، فهي تعتبر بمنزلة الأجنبية بمجرد وقوع الطلاق. تنقطع العصمة بيناتهم انقطاعا تاما بمجرد حصول الطلاق، يعني بمجرد أن يقول زوجتي طالق، طبعا مع اعتماد، مع اجتماع شرائط الطلاق. فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدة. هاي منه المطلقة بائنة. المطلقة البائنة لا يجب عليها إطاعته، يعني لو قالها لا تخرجين من البيت مو واجب عليها الطيعة. ليش؟ منزلة الأجنبية تعتبر هذه. ولا يحرم عليها الخروج من بيته. إذا تريد تطلع من البيت ما هي بمنزلة الأجنبية، مو حرام عليها تطلع، ما يحتاج إلى إذنه. أيضا مو حرام عليها تطلع من بيته، ما تحتاج إلى إذن. ولا تستحق النفقة عليه. المطلقة البائنة لا تستحق النفقة. بمجرد أن يقول زوجتي طالق، طبعا طلاقا بائنا، هذه ما تستحق النفقة. تستحق النفقة ما طول هي زوجة غير ناشز، تستحق النفقة بمجرد وقوع الطلاق البائن، بعد ما تستحق النفقة. نعم، إذا كانت حاملة، إذا كانت المرأة حاملة، زوجتها كانت حامل وطلقها طلاقا بائنا، هنا تستحق النفقة ما دامت حاملا لم تضع حملها، تستحق النفقة وتستحق السكن أيضا، هم النفقة وهم السكن ما دامت شنو؟ ما دامت حاملا. إذا وضعت بعد ليس لها لا نفقة ولا سكنة. هذه بالنسبة للمطلقة البائنة. المطلقة الرجعية اللي هي قلنا يجوز للزوج الرجوع لزوجته لمطلقته طلاقا رجعيا في أثناء العدة. بعد العدة هو ما يقدر، بعد انتهاء العدة، إذا انقضت العدة بعد لا رجوع. لكن في أثناء العدة إذا أراد يرجع لها يقول راجعتك، رجعت الزوجية. المطلقة الرجعية هي زوجة حقيقة أو حكما. طبعا هناك خلاف ما بين الفقهاء، هل هي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، هل هي زوجة حقيقة لو لا حكما، مو زوجة حقيقة لكن حكما، هي حكم الزوجة
خلاف ما بين الفقهاء. هذه المطلقة رجعيا زوجة هي حقيقة ما دامت في العدة، هي تعتبر شنو زوجة، إما حقيقة أو حكما كما هو المشهور ما بين الفقهاء، ما دامت شنو، ما دامت في العدة تعتبر هي زوجة، فيجب عليها من هي المطلقة رجعيا في أثناء العدة يجب عليها تمكينه من نفسها بسائر الاستمتاعات أو ما به ما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية. يعني الزوج إذا اقترب لزوجته المطلقة رجعيا في أثناء العدة ما يصير تمنعه تقول لها أنا لا مطلقة، ما يصير تمنعه. طبعا إذا استمتع بها أثناء العدة رجعت بعدها، لأنه الرجوع إما يكون بلفظ راجعتك أو يكون بفعل، فإذا واقعها مثلا شو اعتبر هذا، اعتبر هذا رجوع حتى وإن لم يقل راجعتك، بمجرد أنه يواقعها في أثناء العدة المطلقة رجعيا ترجع إلى زوجيته. ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، مو فقط يجوز، ترقى من الجواز إلى الاستحباب، يجوز بل يستحب إظهار زينته له. ياهي المطلقة رجعيا ماذا يستحب؟ يستحب أن تظهر زينتها له، طلع شعرها مثلا، رقبتها، صدرها إلى آخره، تخلي مكياج، يستحب ذلك ما دامت هي في العدة. ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، حكمه حكم الزوجة، الزوجة يصير تطلع من بيتها من دون إذن الزوج؟ كلا ما يجوز. المطلقة رجعيا كذلك لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج ما دامت طبعا في العدة. وتستحق أيضا المطلقة رجعيا ما دامت في العدة تستحق النفقة، ينفق عليها بالغذاء، اللباس، كل ما تحتاج إليه بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها. كما أنه الزوجة تستحق النفقة، المطلقة رجعيا في أثناء العدة أيضا تستحق النفقة، طبعا ما لم تكن ناشزا. ناشزا يعني تمتنع عن أداء الحقوق الواجب عليها تجاه الزوج، مثلا تمتنع عن المقاربة، تمتنع عن المقاربة تعتبر ناشزة، امتنعت عن المقاربة. فإذا الرجل طلق زوجته طلاقة رجعية تستحق النفقة لو ما تستحق؟ نعم تستحق النفقة، كما أن زوجته، كما أن الزوجة قبل الطلاق الرجعي تستحق النفقة، كذلك أيضا في أثناء العدة أيضا كذلك تستحق النفقة، طبعا ما لم تكن ناشزا. الناشز ما تستحق النفقة، سواء كان قبل الطلاق بعد ما مطلقها ما تستحق النفقة، وبعد الطلاق إذا طلقها رجعيا أيضا هي تستحق النفقة ما لم تكن ناشز، إذا كانت ناشزا لا تستحق النفقة. ويكون كفنها وفطرتها على الزوج. المطلقة رجعيا لو ماتت في أثناء العدة الكفن مالتها عليما على الزوج، الكفن يعتبر من أيضا من النفقة الواجب على الزوج، فكفنها إذا ماتت في أثناء العدة الكفلس الكفن منين؟ من الزوج. وفطرتها أيضا عليه، يعني لو دخل ليلة العيد، خلص رمضان ودخلت ليلة العيد، الزوجة المطلقة رجعيا وين؟ بعد في بيت الزوج، نفقتها بالنسبة للفطرة، فطرتها عليه، يجب عليه أنه يطلع الفطرة عن نفسه وكن من يعول بما فيهم الزوجة المطلقة رجعيا، أيضا يجب الفطرة عليه كذلك. ولا يجوز له النكاح من أختها، مطلقة رجعيا
يصير يتزوج من أختها بعد في أثناء العدة، طلق زوجته ورا شهر مثلا بعد في العدة، يصير يتزوج أختها؟ لا تحرم عليه. يعني هي شنو؟ هي زوجة المطلقة رجعيا، زوجة حقيقة أم حكما؟ هي تعتبر زوجة، ما يصير يتزوج أختها في أثناء عدتها. نعم إذا خلصت العدة نعم يقدر يتزوج أختها، لكن في أثناء العدة، عدة الطلاق الرجعي، ليس له أن يتزوج بأختها. بالنسبة للزوجة الخامسة، إذا شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا بعد في العدة، يصير الزوج الخامسة؟ لا ما يصير، إلى أن شنو؟ إلى أن تخلص العدة. ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة. إذا الزوج طلق زوجته طلاقا رجعيا، مات أحدهما في أثناء العدة، مثلا ماتت الزوجة، ماتت الزوجة، الزوج يرثها لو ما يرثها؟ نعم يرثها. في أثناء العدة الزوج طلق زوجته ومات في أثناء العدة، ترثه أم لا؟ نعم ترثه أيضا كذلك. لا يجوز لمن طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرجها من بيته عند الطلاق حتى تنقضي عدتها. المتعارف هسه في المجتمع، في مجتمعاتنا شنو المتعارف؟ الزوج من يطلق زوجته طلاقا رجعيا يقولها روح لأهلك، مو صحيح لو لا؟ من النادر انه يبقيها في البيت، صحيح هذا؟ هذا خلاف الحكم الشرعي. الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا لا يجوز، يعني يحرم، لا يجوز أنها يطلعها من بيتها، تبقى بالبيت بمجرد إلى أن تنقضي شنو؟ إلى أن تنقضي العدة مالتها، ما يصير يطلعها يقول له روح لأهليك، يحرم عليه ذلك حتى تنقضي العدة. نعم إذا انقضت عدتها سواء كانت بالأشهر أو بالإقراء يقول لها نعم روح لأهليك، أما الآن بعد هي في العدة، عدة الطلاق الرجعي، ما يصير يطلعها من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا. فاحشة المبينة يعني المعصية الكبيرة اللي هي ظاهرة القبح، مثل من؟ مثل النشوز. النشوز يعني ما تطيع زوجها فيما وجب عليها، كما لو امتنعت من المقاربة سماها زوجة ناشز، أو سوء الخلق، أو الزنا. طبعا أبرزها الزنا، أبرز يعني أبرز المعصية أو أبرز الفاحشة المبينة هو الزنا. فإذا أتت بفاحشة مبينة كالزنا يصير يطلعها من البيت، يصير الزوج يطلعها من البيت. إذا لسانها بذيء سيئة الخلق أيضا يصير يطلعها من البيت. أما إذا لم تأتي بفاحشة مبينة يصير يطلعها من البيت، المطلقة رجعية ما يصير، يبقيها بالبيت إلى أن تنقضي العدة مالتها. نعم إذا أتت بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا نعم يصير يطلعها من البيت. وكذلك لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه. هي ما يصير تطلع من البيت المطلقة الرجعية، لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذن الزوج، لأن هي زوجة إما حقيقة أو حكما، فما يجوز إن هي تطلع من البيت، لا يصير هو يطلعها من البيت ولا أيضا هي يصير تطلع من البيت إلا بإذنه. خروجها من البيت، جواز خروجها من البيت متوقف على إذن الزوج، إذا لم يأذن الزوج ما يصير تطلع. مو تقول لا أنت بعد طلقتني وأنا بعد تمالك علاقة بي، لا، أنت زوجة حقيقة أو حكما، ما طول أنت في العدة تعتبرين زوجة حقيقة وحكما، ما يصير طلعين إلا بإذن الزوج، إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق. ضرورة مثلا مريضة، ماكو أحد، ما يقبل الزوج أنه تطلع تروح للطبيب،
هاي ضرورة تعتبر هنا، يصير هنا تطلع تروح للطبيب، أو عليها واجب مضيق. الواجب المضيق عن الذي ضاق وقته ولم يتسع، كما لو كان مثلا عليها دين وقت سداد هذا الدين ضاق والدائن يريد فلوسه، يصير هنا تطلع، لأن هذا الواجب هنا واجب مضيق، يصير تطلع. ظهر مما تقدم أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا، طلاق البائن لا توارث ما بين الزوجين، يعني الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا. طلاق البائن ذكرنا أنه 6 أقسام: الصغيرة غير المدخول بها، اليائسة، مطلقة، طلاق خلع أو مباراة، وطلاق الحاكم الشرعي. طلاق الحاكم الشرعي إذا طبعا امتنعت أو إذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية وعن الطلاق، هنا يطلق الحاكم الشرعي. وفي بعض الأحيان الحاكم الشرعي يأمر الزوج بالطلاق، إذا طلق الزوج هم يعتبر هذا طلاق بائن، يعتبر هذا طلاق بائن. هاي أقسام الطلاق الستة يسمونها بالطلاق البائن. فإذا الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا ومات أحدهما، الزوجة ترثه، يعني إذا الزوجة ماتت مثلا الزوج يرثها؟ كلا، في الطلاق البائن لا توارث، حتى لو كان في أثناء العدة لا توارث، يعتبر طلاق بائن، تعتبر أجنبية. طلاق البائن قسم به عدة وقسم ما، 3 به عدة و3 ما به عدة. فإذا طلق طلاقا بائنا ومات أحدهما، الزوجة ماتت أو الزوج مات، أحدهما لا يرث الآخر، يعني الحي هنا منهم لا يرث الميت. في الطلاق الرجعي إذا مات أحدهما في الطلاق الرجعي أكو توارث بيناتهم، يعني إذا الزوجة طلقها زوجها طلاقا رجعيا في أثناء العدة مات الزوج، هي ترثه، وإذا ماتت هي يرثها الزوج. إذا خلصت العدة، انقضت العدة، طلقها طلاق رجعي وخلصت العدة، انتهت العدة بالأشهر أو بالإقرار، مات أحدهما بعد انقضاء العدة، أكو توارث بيناتهم؟ لا، مثل البائن صار بعد، لا توارث ما بينهم. إذا ماتت الزوجة ما يرث الزوج بعد انقضاء العدة، وإذا مات الزوج أيضا كذلك هي لا ترثه. ولكن إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج، تستثنى حالة واحدة، إذا الطلاق متى كان؟ في حال مرض الزوج، يعني الزوج كان مريض أو طلق زوجته وهو مات على هذه الحال، طلق زوجته وزوج مريض، عنده ضغط، عنده سكر، عنده سرطان إلى آخره، فطلق زوجته في أثناء المرض ومات على هذه الحال، ومات على هذه الحال، مات مثلا وهو مريض قبل انقضاء السنة، مات قبل انقضاء السنة، السنة طبعا من تاريخ الطلاق، من تاريخ وقوع الطلاق، سنة يعني 12 شهر هلالية. فإذا مات الزوج هنا ترث الزوجة لو لا؟ نعم ترث، يعني إذا طلقها في حال مرضه ومات الزوج قبل انقضاء السنة ترثه الزوجة مع توفر 3 شروط: الشرط الأول أن لا تتزوج بغيره إلى زمان موته، إذا تزوجت بغيره بعد لا ترث بالتأكيد، بس ما طول ما تتزوج، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها، إذا هي طلبت الطلاق هي راضية بالطلاق فلا توارث ما بينها، ما ترث. أما إذا طلق وهي ما راضية، حال المرض طلقها وهي ما راضية،
وما رايد الطلاق نعم ترث، اما اذا كانت هي راضيه ورايد الطلاق فلا ترث. وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، موت الزوج بسبب هذا المرض او بسبب مثلا مرض اخر، فلو برئ الزوج من مرضه هذا اللي يطلق به ومات بسبب آخر، شوفي من المرض ومات بسبب آخر، هنا ما ترثه. ترثه إذا مات بسبب هذا المرض، لم يبرأ بسبب هذا المرض أو غيره ما لم يبرأ. أما إذا برئ من هذا المرض اللي طلق بزوجته ومات بسبب آخر فهنا لا ترثه. إذن الزوجة ترث بثلاثة شروط، إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة الزوجة ترث الزوج إذا طلقها في مرضه ومات قبل انقضاء السنة. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو ما بحكمهما ولو بعقد جديد، حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر. إذا الزوج طلق زوجته هذا الطلاق الأول، راجعها في أثناء العدة، طلاق رجعي فراجعها في أثناء العدة، بعد ما راجعها طلقها، هذا الطلاق الثاني، بعد الطلاق الثاني راجعها، بعد الطلاق الثاني راجعها، طلقها الطلاق الثالث، حرمت عليه مؤقتا حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ ذنش كم طلاق صار؟ ثلاثة. شو تخللهن؟ رجعتين. بين الطلاقات الثلاثة أكو رجعتين، طلاق رجعة طلاق رجعة طلاق، طلاق الثالث. فش تخلل بين الطلاق الأول والطلاق الثاني؟ أكو رجعة. واضح؟ بين الطلاق الثاني والطلاق الثالث أكو رجعة، بعدين صار الطلاق الثالث، حرمت عليه مؤقتا حتى تنكح زوجا آخر، هاي بعد ما يصير رجع لها، بمجرد وقوع الطلاق الثالث بعد ما يصير رجع لها، حرمت عليه مؤقتا، شلون تحل عليه هذه؟ إلا تنكح زوجا آخر، اللي هو يسمونه المحلل، يعني يعقد عليه شخص آخر ويدخل بيها ويطلقها. إذا طلقها لزمت عدة من الزوج الثاني، الزوج الأول يقدر يرجع بها بعقد جديد أو ما بحكم الرجعة، يعني يعقد عليها يطلقها طلاقة رجعية، تخلص العدة يرجعها بعقد جديد، مو يرجع لها فيها، ما يرجع لها في أثناء العدة، يرجع لها بعد انقضاء العدة بعقد جديد ويطلقها بعد ذلك، يطلقها أيضا، أيضا في أثناء العدة ما يرجع لها إلى أن تخلص العدة ويعقد عقد عليها جديد ويطلقها بعدين الطلاق الثالث. هذا ذن الطلاقات الثلاث. شو تخللهن؟ عقدين مستأنفين جديدين، عقدين جديدين. بالطلاق الثالث أيضا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذن الطلقات الثلاثة إما تتخللهم رجعتين أو يتخللهم عقدين جديدين. بعدها شنو؟ بعد الطلاق الثالث، بعد ما يطلق الطلاق الثالث تحرم عليه مؤقتا حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة، يعني رجعها الرجعة الأولى طلقها رجعها، واقعها أو ما واقعها، واقعها وانتظر إلى أن تحيض ويأتي طهر آخر ويطلقها، أو لا ما يواقعها، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك، واقعها أو لم يواقعها تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. وسواء وقع كل طلاق في طهر، يعني ذن الطلقات الثلاثة كل واحد منهن وقع في طهر،
الطلقات الثلاثة كل واحد منهن وقع في طهر، يعني في طهر، طلق ما موقع حبي، بعد ذلك يطلقها، بعد ذلك يأتي طهر آخر أيضا كذلك يطلقها. يعني الطلقات الثلاثة كل واحد منهن وقع في طهر أو لا كلهن في طهر واحد؟ شلون في طهر واحد طلاقة الثلاث؟ افترض مثلا الطهر يستمر مثلا فد 20 يوم، يطلقها في نفس الطهر، يرجعها خلال هاي الأيام أو حتى بمجلس واحد، بمجلس واحد وهو قاعد يطلقها ويرجعها، ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها، طلاقات ذن ثلاثة صار في طهر واحد وفي مجلس، حتى يصير أيضا في مجلس واحد. فإذا ذن الطلقات الثلاثة، أما يصير كل واحد من هذه الطلقات الثلاثة في طهر أو لا، ثلاثة يصير في طهر واحد. فلو طلقها مع الشراط اللي هي شروط المطلق والمطلقة والطلاق، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد، شنو هاي حكمها؟ حرمت عليه في مجلس واحد، طلقت للطلاقات تخللت بينهم رجعتين، هاي حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر. فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها، تركها حتى حاضت، اجى طهر جديد آخر طلقها أيضا، تركها ما طلقها أيضا إلى أن أتى طهر آخر، ما رجح عفوا، إلى أن أتى طهر آخر طلقها، ما لا فرق، أيضا كذلك تحرم عليه. العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثا بينهما عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذا الزوج طلق زوجته، طلق زوجته ما راجعها، انتهت العدة مالتها، بعد ما انتهت خو ما يصير رجع بيها، انتهت العدة، عقد عليها عقد ثاني، عقد جديد، بعد ما عقد عليها طلقها أيضا ما رجع لها في أثناء العدة، أيضا ما رجع إلى أن قضت العدة مالتها وعقد عليها، إلى أن صار الطلاق الثالث، إلى أن طلق الطلاق الثالث، فأيضا هنا حرمت عليه مؤقتا حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح زوجا آخر. إذن الطلقات الثلاثة ذن إذا كان بينات عقدان بينهما عقدان مستأنفان، مثل ما إذا كان بيناتهم رجعتين، نفس الحكم، هنا تحرم هنا. يعني لو طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلق زوجته طلق رجع لها في أثناء العدة، طلقها ثم رجع لها في أثناء العدة ثم طلقها، طلاق الثالث تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. إذا لا طلقها ما راجح في أثناء العدة إلى أن قلصت العدة، رجعها بعقد جديد، بعد ما رجعها بعقد زوجته طلقها مرة ثانية إلى أن انتهت العدة، أيضا ما راجح في أثناء العدة، عقد عليها عقد جديد ثم بعد ذلك طلقها، الطلاق الثالث أيضا تحرم عليه أيضا مؤقتا حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم تكن عليها عدة أو كانت عليها عدة. يعني إذا طلقها قبل الدخول، بعد ما داخل بها طلقها بعد الدخول، قبل الدخول، فهنا شنو إذا يريد يرجحها؟ يرجحها لازم عقد جديد، لازم يرجحها بعقد جديد، ما عليها عدة، فطلقها قبل الدخول، ما عليها عدة، رجحها بعقد جديد، طلقها أيضا بعد أيضا ما داخل بها،
شو يحتاج إذا يرجح؟ يرجح يكون بعقد جديد. إلى أن يطلق الطلاق الثالث أيضا هنا تحرم عليه، ما داخل بيها، ما بدون دخول مع ذلك وما طول صارت للطلاقات، الطلاق الثالث أيضا تحرم عليه. أو كانت لها عدة، بس هاي الصورة ما عليها عدة، يعني ما داخل بيها ويطلقها بالطلاق الثالث تحرم عليه. أو لا عليها عدة، طلقها طلاقا رجعية فما رجع لها، إلى أن خلصت العدة عقد عليها عقد جديد، عقد عليها عقد جديد أيضا طلقها ما رجع لها، إلى أن أيضا كذلك إلى أن انتهت العدة عقد عليها عقد جديد، إلى أن صار الطلاق الثالث أيضا كذلك تحرم عليه. فإذا إذا طلقت للطلقات بيناتهم عقد عقدين جديدين تحرم عليه مؤبدا، دخل بها عفوا عليها عدة أو ليست عليها عدة، لا فرق في ذلك. الآن أنتقل للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ عادل عبد عون من كربلاء يقول أنا اشتريت قطعة أرض من شخص بمبلغ 20 مليون دينار واستلم المبلغ كاملا، يقول بعد فترة 10 أشهر فسخ أو نكل البائع ورفض بيع هذه القطعة، ما حكم ذلك؟ عقد البيع من العقود اللازمة، يعني إذا حصل عقد بيع شخص باع لشخص آخر دار أو أرض أو سيارة أو ما شاكل ذلك، أقسام البيع كثيرة، هنا يصير أحد الطرفين البائع أو المشتري يصير ينكل، يعني بطل، يصير ما يجوز هذا، لأن هذا من العقود اللازمة. عندنا العقود تنقسم إلى قسمين، لازمة وجائزة. العقد الجائز يصير واحد يبطل لأن هو مو لازم، العقد اللازم لا، ما يصير يبطل إلا إذا وجد خيار. الخيار شنو؟ الخيار هذا حق يوجب فسخ العقد، مثل من؟ مثل خيار المجلس. إذا اثنين صار بيناتهم عقد بيع وشراء، مثلا مكتب الدلالية صار العقد بيناتهم على دار أو على أرض، قطعة أرض، ما طولهم بعدهم بالمجلس لم يفترقا، يصير البائع يبطل ويصير المشتري يبطل قبل أن يقوم المجلس. أما إذا وقع العقد وبعد العقد افترقا، طلعوا من المكتب مال الدلالية كل واحد راح بحاله، يصير واحد بعد يبطل؟ ما يصير. في أثناء المجلس، يعني مجلس إيقاع العقد، يصير يبطل، البائع يصير يبطل والمشتري يصير يبطل. مثلا عندنا خيار الحيوان، إذا واحد اشترى حيوان يصير يبطل من نقلة 3 أيام، يصير يرجع الحيوان، يصير يفسخ العقد من نقلة 3 أيام، يصير خلال 3 أيام المشتري يرجع هذا الحيوان. مشتري اشترى بقرة، خلال 3 أيام يقدر يرجع البقرة، خلال 3 أيام إذا خلصت 3 يصير يرجع، بعد ما يصير يرجع. عندنا خيار التأخير، أيضا عندنا خيار العيب، خيار الغبن، إذا أكو واحد من هذه الخيارات نعم يصير يبطل. إذا ما أكو خيار من الخيارات يصير يبطل؟ نعم ما يصير يبطل بعد، هذا العقد لازم. أم محمد تقول غسلت غسل واجب وبعد الغسل وجدت فتشيء من الكحل على وجهي، هل هذا غسل صحيح لو لا؟ إذا الكحل يمنع من وصول الماء إلى البشرة هذا الغسل مو صحيح، إذا الكحل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة الغسل صحيح. زين، إذا كان الكحل يمنع
من وصول الماء إلى البشرة. امرأة غسلت غسل واجب مثل غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة، بعد ما غسلت وكملت شافت كحل على فرض أنه يمنع من وصول الماء البشرة أو مثلا شيء آخر، صبغة ظافر أو مشاكل ذلك، شنو حكم الغسل هنا؟ الغسل طبعا مو صحيح. الحاجب أو الحائل إذا كان في الوجه في الرأس في الرقبة شو تسوي؟ ترفع الحائل الحاجب ترفعه وتغسل الموضع، هذا الموضع ما وصل للماء سواء كان في الرأس أو الرقبة أو الوجه، وبعدها تغسل البدن، بعد ما تكمل تغسل البدن. أما إذا كان الحائل مو بالرأس والرقبة، كان بالجسم على الصدر على البطن على الرجلين على الـ على الـ على اليدين الذراعين إلى آخره، شو تسوي هنا؟ فقط تزيل الحاجب من الجسم من البدن، تزيله وتغسل الموضع فقط، ما تغسل غير، مو واجب عليها تغسل شيء آخر غير هذا الموضع، فقط هذا الموضع. أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم شخص دائم الحدث في الطواف؟ دائم الحدث في الطواف يلحقه حكم دائم الحدث في الصلاة. شنو دائم الحدث؟ دائم الحدث يعني الناقض للوضوء، هذا يخرج من عنده باستمرار مثل البول. البول ناقض للوضوء لو لا؟ نعم، إذا كان يخرج منه باستمرار. أو الريح أيضا ناقض للوضوء يخرج من عنده باستمرار، أو مبطون عند سهال يعني أو باستمرار الخروج يطلع من عنده، حكمه في الطواف مثل من؟ مثل حكمه في الصلاة. إذا كان لا يجد فترة، يعني هذا المسلوس أو المبطون لا يجد فترة، ماكو فترة عنده، يعني على مدار الساعة مثلا البول يخرج من عنده على مدار الساعة، أو الريح بشكل مستمر ما يتوقف ما عنده فترة، أو يجد فترة يسيرة قليلة لا تسع الطهارة وبعض الطواف، يعني مثلا عنده فترة 5 دقائق أو عنده مثلا فترة 10 دقائق، لا تسع هاي ال5 دقائق مثلا انه يروح يتوضأ ويرجع يأتي مثلا ببعض الطواف، فترة يسيرة عنده لكن ما تسع هذه الفترة الطهارة وبعض الطواف، هنا شنو حكمه؟ يتوضأ، يروح يتوضأ ويطوف حول الكعبة 7 أشواط ولا يبالي لا يعتني بما يخرج منه. مثلا إذا هو مبتلى بالريح ما لا يعتني بما يخرج منه من الريح، إذا كان بول أيضا لا يعتني بما يخرج منه من بول، سواء هذا البول خرج بعد الوضوء قبل الطواف أو في أثناء الطواف أو أثناء الصلاة بعد الطواف ما يعتني بهذا، ويعتبر هو باقي على طهارته، يبقى يعتبر باقي على طهارته. أما إذا كان عنده فترة، يعني هذا الدائم الحدث كان عنده فترة تسع الطهارة وبعض الطواف، افترض مثلا عنده فترة 3 ساعة بحيث تسع 3 ساعة 25 دقيقة مثلا نصف ساعة، تسع وضوء الطهارة وبعض الطواف، فالأحوط وجوبا هنا أن يتوضأ، الأحوط وجوبا أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة هاي الفترة اليسيرة، مو عنده فترة يسيرة 3 ساعة قلنا أو نصف ساعة، يأتي بهذه الفترة اليسيرة ولا يجب عليه تجديد الطهارة. يواجب عليه جدة الطهارة؟ لا، بعد مواجب عليه أنه يجدد الطهارة،
إذا فاجأه الحدث في أثناء الطواف، أو مثلا في أثناء الصلاة الطواف. أم فاطمة تقول: هل يجوز قراءة القرآن بالموبايل؟ قراءة القرآن مستحبة، مطلقا مستحبة، في المصحف مستحبة، عن ظهر قلب مستحبة، في أجهزة الموبايل، في جهاز الموبايل أو سائر الأجهزة الإلكترونية أيضا قراءة القرآن مستحبة، والقارئ مأجور، سواء يقرأ بالمصحف هو مأجور أو عن ظهر قلب هو مأجور، وكذلك أيضا بجهاز الموبايل كذلك أيضا مأجور. لكن أيهما أكثر أجرا، أيهما أفضل؟ القراءة بالقرآن بالمصحف، أم عن ظهر قلب، أم في الأجهزة الإلكترونية؟ أيهما أفضل وأكثر أجرا؟ الكل له أجر، لكن القراءة في المصحف أكثر أجرا، أكثر منيا من قراءة القرآن عن ظهر قلب. يعني واحد حافظ القرآن يقول لك أنا ما أحتاج أقرأ بالمصحف، نقول له لا، القراءة بالمصحف أفضل إليك. فعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك أني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي، فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال لي: لا، بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت إن النظر في المصحف عبادة؟ النظر فقط في المصحف هو يعتبر عبادة. وعنها أيضا، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين، يعني يخفف عنهما العذاب حتى وإن كانا كافرين. أم سعيد تقول: زوج كسرت يده وعليها جبيرة، فكيف يكون الوضوء؟ يتوضأ. أما المكان اللي عليه جبيرة، طبعا إذا كانت جبيرة بالمقدار المتعارف يمسح على الجبيرة، يعني هذا موضع الكسر اللي عليه جبيرة فوق اليد، هذا يمسحه، ما عدا ذلك اللي هو ظاهر ما عليه جبيرة هذا يجب عليه أن يغسله. أم علي من كربلاء تقول: القشرة اللي موجودة في الرأس هل تؤثر على الوضوء؟ كلا، ما تأثر على الوضوء، لأن القشرة ما تمنع من وصول الماء إلى الشعر، فلا كلا، هذه ما تقدح بالوضوء. سيد منتظر الموسوي من الديوانية يقول: ما حكم التماثيل الموجودة في البيت؟ بالنسبة للتماثيل يجوز بيعها وشراؤها واقتناؤها. تماثيل مقصود بها يعني التمثال اللي له ثلاثة أبعاد، طول وعرض وعمق، إذا كان لحيوان، يعني إذا كان لروح، لذي روح، سواء كان حيوانا أم إنسانا أم طيرا، هذا التمثال اللي له ثلاثة أبعاد، هذا بيعه وشراؤه واقتناؤه مكروه. بالنسبة لصناعته هل يجوز؟ سمعت سيد عند احتياط لزوم، الأحوط لزوما الاجتناب عن صناعته، الأحوط وجوبا الامتناع عفوا أو الاجتناب عن صناعته، بل حتى إعادة تشكيله أيضا كذلك سمعت سيد عده احتياط. يعني لو مثلا أنت عندك طفلة عندها لعابة مال ابنية صغيرة مثلا، إذا إيدها انشلعت وقلعت إيدها أو رجلها أو راسها، هنا إعادة تركيبها بإشكال، إعادة تركيب هاي اللعابة مو صناعتها، إعادة تركيبها أيضا كذلك سمعت سيد عده احتياط بالاجتناب عنه. إحدى الأخوات المؤمنات، طبعا بالنسبة للصلاة، الصلاة تكره في مكان فيه تمثال لذي روح، طبعا
وإن لم يكن باتجاه القبلة، يعني الغرفة اللي بيها تمثال الذي يروح، إنسان، حيوان، طائر، تمثال وليس صورة، تمثال وليس صورة. الصورة طبعا هم أيضا كذلك مكروه، لكن الكلام هنا على التمثال. أيضا إذا كان أكو تمثال أيضا، سواء كان باتجاه القبلة أو مو باتجاه القبلة، عكس القبلة أيضا كذلك الصلاة تكون مكروهة، مكروهة بمعنى قلة الثواب، وليس أنها تكون الصلاة باطلة. أحد الأخوات المؤمنات تقول: هل يجوز إعطاء الخمس ورد المظالم إلى الفقراء من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ بالنسبة للخمس ينقسم إلى قسمين: سهم السادة وسهم الإمام. سهم السادة نعم يجوز توزيعه مباشرة، ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، سهم السادة. سهم الإمام نعم يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، سهم الإمام. طبعا سمعت سيد أذن لمقلدي في العراق بتوزيع سهم الإمام يدا بيد، هذا بالنسبة لسهم الإمام. رد المظالم أيضا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في توزيعه. رد المظالم شنو؟ رد المظالم يعني أنت أخذت أموال من شخص، هاي الأموال تعلقت بذمتك، تعلقت بالذمة، وهذا الشخص ما تعرفه أو تعرفه وما تقدر توصل له، يعني أخذت مثلا مبلغ، أخذت حاجة وصرفت بها، الحاجة هاي ناولتها، كلتها، الفلوس صرفتها، إذا صرفتها شنو صارت؟ صارت بالذمة هاي، فتعلقت ذمتك بهذه الأموال لمن؟ للمالك. المالك إذا ما تعرفه أو تعرفه ما تقدر توصل له، يجري عليه حكم من؟ حكم رد المظالم، تصدق بها على الفقراء، والأحوط لزوما بإذن الحاكم الشرعي. أيضا الحاكم الشرعي هنا أذن بالتصدق. أحد الأخوة الزائرين يقول: هل يجوز الطلاق بطلب من الزوجة؟ وما حكم الحاضر والغائب؟ الطلاق إذا كانت الكراهة فيه من الزوجة، يعني الزوجة تكره الزوج، هذا شيء يسمونه الطلاق، طلاق خلعي، يعني الزوجة تخلع زوجها، تبذل ويطلقها. في الطلاق الخلعي يشترط فيه البذل، يشترط فيه الكراهة من قبل الزوجة، ويشترط فيه البذل أيضا، يعني الزوجة تبذل المهر كله، يصير حسب الاتفاق بينها وبين زوجها، تبذل المهر كله أو حتى أكثر من المهر أو أقل من المهر، تبذل ويطلقها. هنا في الطلاق الخلعي الزوجة لازم تبذل، إذا بذلت المهر وبعد كل شيء من تستحق، إذا بذلت الحاضر والغائب، قالت مثلا بذلت لك يا مهري حاضر وغائب على أن تطلقني، قال أنت طالق على ما بذلتي، بعد خم يصير طالب مهر، بعد ما انتهى هي بذلت. أحيانا لا تبذل الغائب فقط، تقول إذا بذلت الغائب فقط يصير طالب الحاضر، يعني هي بذلت الغائب. في الطلاق المبارئة الكراهة تكون من قبل الطرفين، من قبل الزوج ومن قبل، يعني الزوجة تكره الزوج والزوج يكره الزوجة، أيضا فيه بذل. شو يختلف عن الطلاق الخلعي؟ الطلاق الخلعي الكراهة تكون من قبل الزوجة، في طلاق المبارئة الكراهة من الطرفين. في الطلاق الخلعي البذل يصير بمقدار المهر، ويصير أكثر من المهر، ويصير أقل من المهر. في طلاق المبارئة البذل ما يصير أكثر من المهر، إما بمقدار المهر أو أقل من المهر. أيضا في الطلاق المبارئ إذا بذلت المرأة مثلا قالت بذلت مهري، يصير بعد الطالب بالمهر؟ هذا ما يصير. عندنا الطلاق الرجعي، طلاق رجعي الزوج هو يريد يطلق زوجته، الزوجة ما تريد الطلاق، الزوجة مو كارهة لزوجها، الزوج هو يريد يطلقها. هذا إذا كان قبل الدخول شطيها، يطيها الحاضر، نصف الحاضر ونصف الغائب، ذا قبل الدخول يعني فقط عاقد عليها وطلقها، هو راد يطلقها، فش ينطيها هنا؟ ينطيها نص الحاضر ونطيها نص الغائب. شو يعتبر هذا؟ مو طلاق رجعي، هذا طلاق بائن، لكن شو ينطيها؟ ما طول ما داخل بيها ينطيها نصف الحاضر ونصف الغائب. إذا طلقها
طلاقا رجعيا بعد الدخول، دخل بها وطلقها، ايش تستحق عليه؟ تستحق عليه تمام المهر الحاضر والغائب. سمر من بغداد تقول: عندي حيوان من القوارض وقطة، فإذا سقط الشعر على السجادة من أحد الحيوانات المذكورة أو على ملابسي فهل تجوز الصلاة فيه؟ بالنسبة للحيوان غير معقول اللحم، حيوان غير معقول اللحم مثل الهر، قطة حيوان غير مأكول اللحم، هذا يعتبر يصير الصلاة بأجزاء هذا الحيوان، يعني يصلي وعلى جسمه فجزء مثلا من هذا الحيوان مثل الشعر، شعر الهرة على ملابسه أو على بدنه تصير الصلاة، هاي هنا هذا الشعر مانع عن الصلاة، طبعا على نحو الاحتياط عند سماحة السيد، هذا مانع من صحة الصلاة. الشعر إذا كان شعر القطة على بدن المصلي أو على ملابس المصلي هذه الصلاة لا تصح على الأحوط، لأن الشعر شعر غير مأكول اللحم مانع من صحة الصلاة. الشعر الواحدة إذا كان شعرة واحدة سمح سيد عند احتياط استحبابي ما يعتبر مانع، شعر القطة شعر الواحدة للقطة ما يعتبر مانع من صحة الصلاة إذا كان على الملابس أو العلبة. نعم يقول لأحوط استحبابا الاجتناب عنه. أبو مهدي من البصرة يقول: أنا صاحب باص يستأجروني مناسبة مثل الأعراس ويطلبون مني تشغيل أغاني، ما حكم ذلك؟ لا يجوز لك الاستجابة لطلبهم، يعني إذا الصاعدين وياك مأجرينك مناسبة زفاف أو غيره إذا طلبوا من عندك تشغل أغاني لا يجوز الاستجابة لطلب، وعليك الامتناع عن تشغيل الجهاز الذي يبث هذه الأغاني. أم فاطمة من نجف تقول: ما حكم من يتوضأ بما لا يجوز الوضوء به إذا كان جاهلا؟ هذا الحكم يختلف باختلاف الموارد، مثلا إذا توضأ الشخص بماء نجس، افترض أكو ماء مثلا بإناء وقع به دم أو وقع به بول، صار هذا شنو الماء متنجس، ما يصير بعد هذا يتوضأ به، ما يصير يتوضأ. إذا توضأ به فوضوءه غير صحيح باطل وإن كان جاهلا، واضح؟ وإن كان جاهلا. أيضا عندنا مورد آخر ما يصح الوضوء حتى وإن كان جاهلا، وهو إذا كان استعمال الماء ضرريا، يعني شخص يريد يتوضأ والماء يضره، استعمال كان مريض استعمال ماء يضره، أيضا هذا وضوء باطل، وضوء غير صحيح وإن كان جاهلا. في بعض الموارد يصح الوضوء إذا كان جاهلا، مثل ما شخص يتوضأ بالماء اللي موجود في الحرم المكي أو في مراقد الأئمة عليهم السلام اللي مخصص هو للشرب، يتوضأ به وضوءه غير صحيح إلا إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا وضوءه صحيح، فهذا المورد اختلف. أيضا إذا شخص توضأ بماء مغصوب لكن مو هو الغاصب، إذا كان هو الغاصب لا وضوءه مو صحيح حتى وإن كان ناسيا، أما إذا كان لا مو الغاصب، شخص توضأ بماء مغصوب ولم يكن هو الغاصب وكان جاهلا بذلك هذا وضوءه يكون صحيح. أحد الأخوات الزائرات من السعودية تقول: الشخص اللي يربطني بصلاة الجماعة صلى قصر وأنا أصلي تمام،
فهل تعتبر الصلاة فرادى أم جماعة؟ يعني إذا أنت تصلي جماعة والشخص اللي بينك وبين الإمام كما لو كان مثلا في الصف الأول، الشخص اللي بينك وبين الإمام صلى قصر وسلم بركعة الثانية وبقى قاعد صار حائل هذا، أو بقى واقف ما يصلي ما رجع للصلاة، يعتبر حائل هذا، شنو صلاتك أنت لهذا واسطة بينك وبين الإمام؟ صلاتك راح تصير فرادة، ما تبطل صلاتك، لكن تصير صلاتك فرادة، تصير صلاتك فرادة. طبعا هذا إذا لم يتخلل البعد، أحيانا يتخلل البعد كما لو كان ثلاثة أو أربعة مثلا، هم أنت كنت بالصف الأول وثلاثة وأربعة أو أربعة اللي هم واسطة بالاتصال بينك وبين الإمام صلوا قصر، هذا حتى لو رجعوا للصلاة مرة أخرى فذولا ما راح يكونون ما طول هم انفردوا في صلاتهم أو صلوا قصر، ما راح يكونون وسيلة لارتباط بينك وبين الإمام على الأحوط لزوما. صلاتك شنو راح تصير؟ أيضا كذلك فرادة. أم علي من بغداد تقول: ما حكم استعمال آلة الدف في المواليد طبعا إذا كان الضرب المنبعث منها، يعني إذا كان تنبعث منها من آلة الدف، إذا كانت تنبعث منها موسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب، يعني الإيقاع مالتها اللحن مالتها المنبعث من الدف مثل مثل اللحن والإيقاع في الموسيقى المستعملة في مجالس اللهو واللعب، هذا لا يجوز. أما إذا كان الموسيقى المنبعثة من الدف لا تناسب مجالس اللهو واللعب، مثلا مثل الموسيقى الجنائزية، في الجنائز يستعملون مثلا دف، أو في المراثي الحسينية يستعملون دف، هذا مو مناسب لمجالس اللهو واللعب، هذا لا يحرم. الذي يحرم إذا كان مناسبا، يعني الموسيقى مالت الدف مناسبة لمجالس اللهو واللعب. أبو مصطفى من البصرة يقول: نحن نعمل في دائرة ولا توجد مكافأة في هذه الدائرة، والمدير المسؤول علينا يوجه بمساعدة بعض العاملين، فهل يجوز ذلك؟ إذا صرف المكافأة المدير أو المسؤول يصرف مكافأة على خلاف الضوابط القانونية وليس له صلاحية، هذا أنت المستفيد من المكافأة ما تتملكها، مو ملك لك، هذه عليك أنه ترجعها إذا أمكن، أو ما تستلمها إذا تروح لخزينة الدولة، وإذا ما أمكن تصدق بها على الفقراء. المكافأة تكون حسب السياقات القانونية، حسب الضوابط، أو مثلا مرات يصير خلاف الضوابط بس المدير عنده صلاحية خالف الضوابط مثلا في مورد معين، هنا يصير إذا خلاف الضوابط أو المسؤول ليس له صلاحية هذا لا يجوز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.